مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بنهار سبت جديد مع سكولر وجلساتنا. الليلة صراحة جلستنا ثقافة على الحال، هيك بنقول باللبناني، يعني purely educational، تاريخ ولغات وشخصيات ومفردات. باختصار جلستنا للتواصل والعبور لأبعد مكان ممكن الكلمة توصل. كل كلمة فيها خبرية وكل كلمة فيها شخصية، كل كلمة هي بحد ذاتها حضارة شعب بأكمله. يعني دكتور مراد وكل حدا معنا اليوم، قدي نحن فريق سكولر وجمهور سكولر محظوظين بهذا الكم من المعرفة وهذا الكم من الثقافة، ومش لأي سبب غير إنه سكولر دايما مهتم بنشر المعرفة. هيك بنأكد أحد أقوال الفلاسفة اللي بيقول بالعربي: كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة. أنا ما قدرت أحط التنوين لأنه مش كتير شاطرة فيها، هذا بترك التنوين عندك. بجلستنا السابقة كذا مرة تناولنا موضوع الترجمة وأهميتها بالعمل الميداني بهذا العصر، لكن بيبقى جانب كتير مشوق بالترجمة لازم نعرفه، يعني هو تاريخ الترجمة وفلسفات الترجمة. فالليلة ضيفنا رح يستعرض معالم بارزة ومميزة بمسيرة الترجمة منذ بدء العصور، ابتداء بتشيتشيرو والقديس الجيرومي المسمى بأبل الترجمة، وصولا للزمن الحاضر. بلكي هيك بنقدر نوفر بانوراميك فيجن للمهتمين بالشؤون الترجمة عموما ولطلاب الترجمة خاصة. ضيفنا أستاذ بقسم الترجمة بكلية الآداب بجامعة البصرة، يعني ضيفنا عراقي من أهل البيت، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة البصرة وما بعد الدكتوراه من جامعة وسترن سيدني بأستراليا، حاصل على درع الإبداع بعام 2019 وقلادة الإبداع ودرع التميز من كلية الآداب بالعام 2021. ما شاء الله عليك دكتور، متواصل النشاط. كتب وترجم ونشر العديد من المقالات، والأهم أنه ضيفنا الدكتور كاظم خلف العلي هو مؤسس قسم الترجمة بجامعة البصرة. هنيئا للطلاب دكتور كاظم، وبشرفني أنا شخصيا استضيفك الليلة على منبر سكولر تتقدم لنا جلستنا ثيات الترجمة اللي دوخت كل مين قرأ هذا العنوان، وكتير متحمسين تنعرف شو يعني كلمة ثيات لنشوف إذا نقدر نستخدمها هلأ بحياتنا العصرية. تفضل دكتور. شكرا جزيلا استاذ، شكر موصول الى الصديق دكتور مراد. فيما يخص العنوان، الحقيقه مثل ما ذكرت في الحديث الجانبي مع حضرتك ومع دكتور مراد، قدمت عنوان للمحاضره مختلف عن هذا لصديقي دكتور مراد، فاعترض عليه بانه عنوان تقليدي. فجلست أفكر وخطر في بالي هذا العنوان ثايات الترجمة، والثايات كما ورد في ترجمة عنوان المحاضرة باللغة الإنجليزية هي pillars، الركائز. أوكي. اللي ما يعرفون مفردة مهوال. المهوال هو شاعر القبيلة. في كلمة لمهوال عراقي يقول بها: انتو رتبت ثوايا الملعب بأيام النيبة. أيام النيبة يعني بالأيام الصعبة، انتو رتبت ركائز الملعب. فيعيدها بشكل آخر يقول: بأيام النيبة انتو رتبت ثوايا الملعب. فمن هنا جاءت كلمة ثايات أو ثوايا. لكني بعد فترة خطر في بالي أنه قد يعترض علي أصدقاء وزملاء وناس آخرون بأنني نزلت إلى العامية، فاستعنت بخبراء اللغة العربية وبالمعاجم، فعرفت أن كلمة ثايات هي كلمة عربية أصيلة، والثاية هي الحظيرة، ثم انتقلت دلالتها إلى معنى جديد وهو حجارة ترفع فتكون علما يهتدى به.
وقد تكون مظلة تتخذ من ثوب وأعواد، وتولد منها الثوة، وهو مرتفع من الأرض، ربما تنصب فوقه حجارة لتهتدي إليه الناس، وهي أشبه بالعلامة. إذن الثايات كلمة عربية فصيحة بمعنى العلامات البارزة التي يهتدي إليها الناس. فالآن إحنا حلينا سر العنوان. أوكي أستاذة سارة؟ نعم، شكرا جزيلا. بعتقد كان وقتي وعن جد جديد للكل. دكتور بدي منك من حضرتك بس تحب اقلب السلايد، اعطيني اشاره لانا ماشي لك السلايد من عندي. هسه انا العفو خلصت من السلايد الثالث، فانتقل للسلايد الرابع حتى ابدي بالعلامه الاولى اللي هو شيشرو، سيسيرو بالانجليزيه شيشرو. اوكي تفضل. سلايد الرابع. لحظات. تقدر تتفضل دكتور ليكون شغل أوكي. طبعا راح أسرع لأن المادة مالتي كلش طويلة، فراح أعطي إشارات كلش مختصرة. سيسرو هذا وشيشرو، أول حقيقة الإشارات تكاد تجمع عليها كتب الترجمة أن يبدأون مع شيشرو، وهناك اقتباس مهم له يتحدث فيه عن ترجمته لاثنين من الخطباء هما ديموسثينز وأسكينز. يقول: ولم أترجمهما كمترجم، يعني بين قوسين حرفيا، بل كخطيب، لأن الخطيب يعرف الخطيب، هذول الاثنين خطباء، وأنا ترجمتهما كخطيب بوصفي خطيبا، أعرف ما يعنيه الخطيب، ولم أترجمهما كمترجم، مرة ثانية حرفيا. ننتقل إلى الشريحة الخامسة اللي هو القديس جيروم اللي هو شفيع المترجمين، ويقول في اقتباس مشهور أنه في جميع ترجماته لم يترجم كلمة بكلمة ما عدا الكتاب المقدس، لأن تعرفون حضراتكم في ذلك الوقت كانت ترجمات الكتاب المقدس ترجمات خطرة قد تؤدي بصاحبها إلى الموت، فأي تصرف من جانب المترجم إذا تقاطع التفسير مالته مع تفسير الكنيسة يرمى بالهرطقة، وبالتالي تكون نتيجة الموت. فيقول أنه في جميع ترجماته لم يترجم كلمة بكلمة بل معنى بمعنى. ننتقل إلى الشريحة السادسة. نتحدث هنا أيضا مثل ما تشير مونا بيكر، ومونا بيكر لمن لا يعرفها هي باحثة كبيرة بريطانية مصرية الأصل، علم من أعلام الترجمة، تشير إلى طريقتين لدى العرب في الترجمة. الأولى، الطريقة الأولى ترتبط بيوحنا بن البطريق وابن الناعم الحمصي، وهي طريقة حرفية جدا literal، وتتألف من ترجمة كل كلمة يونانية بمكافأة عربي. والطريقة الثانية ترتبط بحنين بن إسحاق شيخ المترجمين العرب والجواهري، وتتألف من الترجمة معنى بمعنى، وهذا يخلق لنا نصوص فصيحة تؤدي معنى الأصل من دون تشويش اللغة الهدف. ننتقل إلى الشريحة السابعة. العلامة المميزة اللي عندنا هنا هو رجل الدين اللاهوتي أو رجل اللاهوت مارتن لوثر، الذي قام بدور محوري في عصر الإصلاح وترجم الكتاب المقدس إلى لهجة ألمانية واسعة الانتشار، وهذا هو المأخذ اللي أخذت عليه الكنيسة، أن يترجم الكتاب المقدس إلى اللغة العامية وليس إلى اللغة الفصيحة. تعرفون موقف رجال الدين من استعمال اللغة العامية. وفي هذا الاقتباس الظاهر على الشاشات يقول فيه: عليك أن تسأل الأم في بيتها والأطفال في الشارع والرجل العامي في الأسواق، وتنظر إلى أفواههم وكيف يتكلمون، وتترجم بتلك الطريقة، أي باللغة التي يستعملها الناس فعليا، ففي تلك الحالة فقط سيفهمون ويرون أنك تتكلم معهم بالألمانية. إذن هذه هي الطريقة اللي اتبعها مارتن لوثر. ننتقل إلى الشريحة الثامنة. ولدينا الشاعر الإنجليزي المعروف جون درايدن، والذي وضع لنا ثلاث أصناف للترجمة اللي هي الميتافريز
والميتافرايز هي الترجمة الحرفية كلمة بكلمة وسطر بسطر، والبارافرايز اللي هي ترجمة بها أفق بها حرية، يضع المترجم المؤلف في البال لكي لا يفقده تماما، لكن كلماته ما تتبع بصرامة بل المعنى هو الذي يتبع. والطريقة الثالثة هي الإيميتيشن المحاكاة، وتعني ترك كل من الكلمات والمعنى. وتطابق هذه الطريقة ترجمة إبراهام كاولي الحرة جدا، Very free method of translation. الشريحة التاسعة ننتقل إلى إتيان دولي، وهذا هو شهيد الترجمة الأول. تعرفون حضراتكم أنه الكنيسة اعترضت على إضافة إتيان دولي لثلاث كلمات بالفرنسية هي غيان دي تو، واللي فسرت على أنها تعني عدم الإيمان بالخلود، وبعد ذلك تم إدانته وحرقه مع الترجمات مالته. إتيان دولي وضع لنا خمسة مبادئ للترجمة، هي من المبادئ المهمة الحقيقة، واللي هي مبادئ أمرية يعني واجبة على المترجم، على المترجم أن يفهم تماما معنى المؤلف الأصلي ومادته، ويحق له تبيان الغوامض، وينبغي أن يملك المترجم معرفة تامة باللغات باللغتين الأصلية والهدف، وينبغي أن يتجنب المترجم الترجمة كلمة بكلمة، وأن يتجنب أيضا استعمال الصيغ اللاتينية وغير المعتادة، وأن يربط الكلمات بصورة بليغة ليتفادى التعابير غير المضبوطة. ننتقل إلى الشريحة العاشرة. بعد إتيان دولي عندنا ألكسندر فريزر تايتلر، الشريحة العاشرة ست سارة. يعرف الترجمة ألكسندر تايتلر الترجمة الجيدة Good Translation بأن الترجمة التي تسمعوني؟ نعم تفضل، واضح كل شيء واضح. جيد، بأنها الترجمة التي تنقل بها حسنة العمل الأصلي إلى لغة أخرى بصورة تامة لكي تفهم بصورة مميزة وتستشعر بقوة من قبل متكلم أصيل للبلد الذي تنتمي إليه اللغة. هذه من الاقتباسات المهمة في تعريف الترجمة الجيدة لتايتلر. وتايتلر يضع لنا على غرار إتيان دولي ثلاثة شروط، هي أنه ينبغي أن تعطينا الترجمة نسخة طبق الأصل عن أفكار العمل الأصلي، وينبغي أن يكون أسلوب الكتابة وطريقتها من ذات صفة النص الأصلي، وينبغي أن تكون الترجمة أو للترجمة كامل أريحية الإنشاء الأصلي. ننتقل إلى المعلم المهم في دراسات الترجمة، شلاير ماخا، الشريحة 12. شلاير ماخر حقيقة قدم لنا مساهمات عديدة في الترجمة، وأول مساهمة هو تقسيم للمترجمين إلى نوعين، نوع اسمه دي دولمتشة اللي هو the commercial translator مترجم النصوص التجارية، والنوع الثاني اللي هو Oberstitzer المترجم مترجم النصوص الفنية والخلاقة. هذا التقسيم الأول. عند اقتباس مهم جدا شرح لطريقتين في الترجمة، يقول أن هناك طريقين أمام المترجم الحقيقي، أما أن يترك المترجم الكاتب بسلام ما أمكن ويقوم بنقل القارئ، يترك الكلام وينقل القارئ إلى، أو الطريقة الثانية اللي هي بالعكس أنه يترك القارئ بسلام وينقل الكاتب إلى القارئ. هاتان الطريقتان حقيقة من الإشارات المهمة جدا في حقل الترجمة. ننتقل إلى الشريحة الرابعة عشر. بعد ست سارة، بعد اللي بعدها. جيد، عندنا العالم اللغوي الكبير رومان ياكبسن وضع لنا ثلاث أصناف في دراسة إله، في مقال إله بعنوان في الجوانب اللغوية من الترجمة On Linguistic Aspects of Translation في العام 1959، وضع لنا ثلاث أصناف للترجمة. الصنف الأول هو الترجمة ضمن اللغة الواحدة،
يعني استبدال كلمات بكلمات أخرى ضمن اللغة الواحدة، وسماها بالانترلينجوال ترانسليشن. والترجمة مثل ما هو متعارف عليه انترالينجوال، اللي هو استبدال رموز لغوية برموز لغوية أخرى في لغة أخرى. والترجمة الثالثة أو النوع الثالث هو الانترسيميوتيك ترانسليشن، الترجمة السيميائية، وهنا نستبدل علامات لفظية بعلامات غير لفظية. مثلا كلمة قف نستبدلها باللون الأحمر في إشارة المرور. ننتقل إلى الشريحة 15. من بين الإشارات المهمة لياكبسن هو قوله أن المترجم يعيد تشفير ونقل رسالة استلمها من مصدر أصلي. وهكذا فإن الترجمة تشتمل على رسالتين متكافئتين في نظامين شفريين مختلفين. بنظامين مختلفين. هناك أيضا إشارته إلى أن معرفية cognitive experience وأصنافها دكتور. دكتور كاظم عم تسمعنا؟ فقدنا الاتصال بالدكتور كاظم. دكتور مراد؟ نعم، ضعف الخط عندي أعتقد. أوكي. كأن فقدنا دكتور كاظم. ممكن تنوهي المحاضرة القادمة. أوكي تمام. دائما بيصير عنا هذه المشاكل التقنية، ونحن ندعي إنه نكون دائما تكنو فريندلي، متصالحين مع التكنولوجيا. بهذا الوقت بانتظار دكتور يرجع ينضم لنا، منحب نذكركم بمحاضرة الجمعة اللي جاي بإذن الله، هتكون مع دكتور طارق بدير من كلية العلوم جامعة المنيا بمصر، وحتكون تحت عنوان تاريخ الدعامات القلبية والتحديات الحديثة. يعني رح يكون كل يوم مختلف الموضوع عن موضوعنا هلأ، وأكيد بإدارة زميلتنا من مصر دكتورة عصمت خورشيد، وبتمام الساعة 8 بتاريخ 18 سبتمبر 2021. نتأمل من الجميع يكونوا حاضرين. كمان بخصوص الجلسة اليوم، أي حدا من حضورنا بحب يشارك أو بحب يطرح سؤال، نتأمل منكم تكتبوا أسئلتكم على الشات بوكس أو على اليوتيوب شانل، أو سيمبلي نرفع إيدنا حتى نقدر نفتح. ست سارة عدت أنا ممكن تواصل. دكتور أنت معنا حضرتك؟ أهلا وسهلا. السادس عشر اللي بعد هاي؟ أي عدت، نعم. هلا بي. الشريحة اللي بعد هاي؟ بعد يوجين؟ جيد، يوجين نايدر. يوجين نايدر قدم لنا الحقيقة في كتاب مهم اللي هو Towards the Science of Translating، نحو علم للترجمة، نوعين من التكافؤ، هما التكافؤ الشكلي Formal Equivalence، وفيه يكون التركيز على الرسالة ذاتها من حيث الشكل ومن حيث المضمون، أن الرسالة في اللغة المستقبلة ينبغي أن تطابق بأقرب ما يمكن العناصر المختلفة في اللغة الأصل. إذن التركيز يكون على اليمن، يكون منصبا على الرسالة في شكلها الأصل. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها، اللي نتكلم عن النوع الثاني من التكافؤ، اللي هو التكافؤ الدينامي أو الوظيفي. وهذا التكافؤ يتأسس على مبدأ الأثر المتكافئ، The principle of equivalent effect. مبدأ الأثر المتكافئ يعني أنه نص أصلي، لنفترض رواية لإرنست هيمينغواي The Old Man and the Sea، كتبها هيمينغواي للجمهور الأمريكي، تحدث في الجمهور الأمريكي أثر معين،
يأتي المترجم المرحوم منير البعلبكي فيترجمها بالشيخ البحر. الأثر اللي ينبغي أن تتركه الترجمة لدى القراء يجب أن يكون مساوياً للأثر الذي تركه النص الأصلي في قرائه الأصليين. هذا مبدأ الأثر المتكافئ، والتكافؤ الدينامي مؤسس على هذا الأثر. ننتقل إلى الشريحة اللي بعد، واللي هو يوضح لنا نموذج ترجمة لدى يوجين نايدن نصا هو X والذي يخضع للنقل متحولا إلى النص Y والذي ينقل إلى اللغة المستقبلة بعد إعادة البناء restructuring. إذن هذا هو نموذج اللي يضع لنا يوجين نايدن. ننتقل للشريحة اللي بعدها، حيث يضع لنا نايدا أربعة متطلبات للترجمة واللي أراها مهمة جدا. الأول أنه الترجمة لابد أن يكون لها معنى making sense، وفعلا الترجمة من دون معنى لا تسوى شيئا. اثنين conveying the spirit and manner of the original، على الترجمة أن تنقل طريقة الأصل طبيعية، صيغة في التعبير طبيعية وسهلة. ورابعاً يؤكد على المسألة اللي استوناتناولناها، أن تنتج الترجمة أثراً مشابهاً. عندنا بيتر نيومارك من الأسماء المهمة في الترجمة. بيتر نيومارك الحقيقة قدم لنا نوعين من الترجمة، هما الترجمة التواصلية communicative translation والترجمة الدلالية semantic translation، والمعاني مالتها مثل ما تلاحظون قريبة من التكافؤ، نوعي التكافؤ اللي تطرق لهم نايدا. لكن بيتر نيومارك يحاول أن يبعد نفسه عن النوعين اللي قدمهم نايدا، ويقول بأنه الأثر المتكافئ equivalent effect وهمي وزائف، وأنه صعب التحقيق بسبب اختلاف زمان ومكان وثقافة النصين، فلا يمكن تحقيق هذا الأثر المتكافئ. ننتقل إلى الشريحة الثالثة والعشرون بعد أستاذة. بعد جيد. الآن راح نبدي بال، احنا كانت عندنا بداية مع جان داربلني، هذول العالمان اللغويان الكنديان قدموا لنا كتاب مهم اللي هو مقارنة أسلوبية للفرنسية والإنجليزية في العام 58، وقارنوا به وصنفوا ما يحصل أو ما رأيصل في ممارسة الترجمة بين اللغتين الفرنسية. مجموعة من النصوص ثبتوها شنو اللي قاعد يصير بين النصين الفرنسي والإنجليزي، وأجروا هذه المقارنات وأجروا تصنيفات، والنموذج مالتهم هذا نموذج كلاسيكي. الآن ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. الاستراتيجيات الترجمة العامة اللي يتكلم عنها فيني وداربلنا هي الترجمة المباشرة اللي هي direct translation، والترجمة غير المباشرة oblique translation. الترجمة المباشرة تشمل الاستعارة والنسخ والترجمة الحرفية، بينما الترجمة غير المباشرة تتضمن النقل والتعديل والتكافؤ والتكييف. إذن من العلامات المهمة فيني وداربلنا. ننتقل للشريحة اللي بعدها. فيني وداربلنا الحقيقة هم تكلموا عن تغييرات جاي تحصل ما بين النصوص الفرنسية والإنجليزية،
لكن ما استعملوا التعبير او الاصطلاح اللي اجى كاتفورد، جي سي كاتفورد، واستعمل اللي هو الشيفتس، التغييرات، واصبح هذا مميز في نظريه الترجمه. وقدم لنا يا جي سي كاتفورد في كتاب صغير بعنوان اللينغويستيك ثيوري اوف ترانسليشن في 1965. ويتبع كاتفورد نموذج اللغه لكل من العالمين فيرث وهاليداي، وهذا المنهج يحلل اللغه كتواصل كوميونيكيشن، يشتغل وظيفيا فانكشنال في سياق وعلى مدى من المستويات المختلفة. إذن اللغة عبارة عن تواصل وتشتغل وظيفيا في سياق وعلى مدى من المستويات، هي مستوى الفونولوجيا والجرافولوجيا والقواعد والمعجم، وعلى مراتب، إذن مستويات ومراتب، مرتبة الجملة والعبارة والمجموعة والكلمة دكتور. هذا سارة الشريحة اللي بعدها. تفضل. حتى هاي حتى نوفر الوقت. يلا. ننتقل من هاي. جيد. عندنا إشارة مهمة هنا لجيري ليفي، يقول أنه في دراسة مهمة بعنوان الترجمة، وأنا هاي دائما ما أتكلم مع طلابي في هذا الشأن، أنه أنت كمترجم صانع للقرار، عليك أن تتخذ قرار. يقول أن المترجم يقرر أحد الحلول الممكنة التي تعد، هذا الحل يعد بأقصى قدر من التأثير وبأقل جهد، أقصى قدر من التأثير وبأقل جهد، ويعبر عنه بالمصطلح ميني ماكس. ميني يعني من مينيموم أقل، وماكس أعظم. فإذا أقل قدر من التأثير وأعظم، أقصى قدر من التأثير وبأقل جهد. بشكل مبسط يعني لو كان لدينا نص ينشغل به الطلاب من أجل ترجمته، فعلى الطلاب أن ما يعطون وقت كلش كبير للنصوص العادية المباشرة، النصوص البسيطة، لكن وين يعطون وقت كلش كبير؟ يعطون وقت كلش كبير للاستعارات والمجازات، هذه هي تستحق أن يصرف عليها الوقت الأكبر. ننتقل للشريحة اللي بعدها. والآن عندنا انتقال من المنهج اللغوي إلى المنهج الوظيفي، ونبتدأ بما جاءت به العالمة كاثرينا رايس. وراح تلاحظون أنه أسماء النساء هنا كلش كثيرة في علم الترجمة، أسماء مترجمات ومنظرات للترجمة لامعات، نرفع لهن القبعة. كاثرينا رايس ربطت الحقيقة ما بين نمط النص، نوع النص، والوظيفة المهيمنة dominant function، واستراتيجية الترجمة، وقسمت لنا النصوص إلى ثلاثة أنواع: النصوص المعلوماتية أو الإبلاغية، ويكون البعد اللغوي فيها منطقياً logical، والتركيز يكون على المضمون في هذه النصوص، احنا مهتمين هنا بالمضمون، وعلى النص الهدف، ان على الترجمة ان تنقل المضمون، وطريقة الترجمة المناسبة هي النثر الواضح. يعني لو كان كتيب لتشغيل حاسبة مثلا، انا ما احتاج ان يكون يترجم هذا الكتيب بلغة شهد تضيع علي الامور، ما احتاج في ترجمة هذا الكتيب هو اللغة النثرية البسيطة المباشرة. إذن هذا النوع الأول اللي تقترحه كاثرينا رايس. النوع الثاني النصوص التعبيرية aesthetic text، اللي تنقل موقف المرسل، عواطفه، شجونه وشؤونه، ويكون بها البعد اللغوي جمالي، والتركيز منصب على الشكل، يتوجب هنا بي. وطريقة الترجمة المناسبة هي التماهي، يعني المترجم لابد أن يتماهى مع الشاعر، يصبح وكأنه هو الشاعر، يدخل في روح الشاعر في قلبه حتى يحصل على المعنى. Text
التي هي تناشد مستلم الرسالة، ويكون البعد اللغوي هنا هنا حواري، يعني يتحاور مع 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 القارئ مع الشاهد، والتركيز منصب على المناشدة، هذا النص يناشدني يكلمني، ووظيفة النص هو استحصال الاستجابة المرغوبة. النص هذا يريد من عندي استجابة، مثلا لو ظهر إعلان بالتلفزيون ولدجاجة ويقول مذبوح بالحلال ومربع العز والدلال، فالاستجابة المرغوبة أنه أنا أترك الكرسي مالتي وأروح أشتري هذا النوع من الدجاج. إذن هاي هي الاستجابة المرغوبة. ننتقل إلى هاي الأنواع الثلاثة من النصوص اللي تقترحها كاثرينا رايس والطرق الترجمة المناسبة لها. ننتقل للشريحة 29. عندنا ماري سنيل هومبي مرة ثانية، أسماء المنظرات في الترجمة أسماء كلش كبيرة. في كتابها دراسات الترجمة منهج متكامل An Integrated Approach، تستعرض هذه الباحثة والمعلمة والمترجمة. ولاحظوا الانطلاقة، كل منظر حقيقة لابد أن يكون له خلفية ممتازة بالترجمة العامة، يتكلم عن القضايا النظرية يتكلم عنها من أرض صلبة، فتتخذ من فيينا مقراً لها وتحاول دمج مجموعة متنوعة من المفاهيم اللغوية والأدبية في تكامل شامل للترجمة. أوكي، ننتقل للشريحة 30 اللي بعدها. مرة ثانية هاي اليوم أستاذة سارة راح تفرح كل شيء هواية. منظرة كبيرة جاستا هولز منتاري، ونظريتها في الفعل الترجمي Translatorial Action اللي تقوم بالفعل بهدف تقديم نموذج وإرشادات قابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من مواقف الترجمة المهنية. وينظر فعل الترجمي نظريتها إلى الترجمة على أنها راكشن مدفوع بالهدف، هذا التفاعل للهدف يركز على عملية الترجمة كمركبات نقل الرسائل إلى آخره. طبعاً تقول جاستا هولز منتاري أن العمل الترجمي يتكون من مجموعة من اللاعبين. ننتقل للشريحة اللي بعدها 31. عندنا نظرية سكوبوس الهدف التي جاء بها هانس جي فيرمير، الانتقال الآن إلى الرجال. تتمحور هذه النظرية على الهدف، والمصطلح هو سكوبوس مصطلح إغريقي، وترتكز على 6 قوانين اللي هي، لاحظ هنا تتحدث translatum اللي هو النص الهدف، سمت ترجمة translation سماها translatum. وهي واحدة من مشاكل الترجمة، مشاكل الترجمة واحدة من عدها أنه كل منظر يأتينا بمجموعة الخاصة من المصطلحات، ولربما هذا الأمر يعقد المسائل على طلاب الترجمة. لكن علينا أنه نعرف كل مدرسة ترجمية ومجموعة المصطلحات الخاصة بها. إذن 6 قوانين، هنا قانونين مهمين أريد أركز عليهم. لابد أن يكون النص الهدف مترابط داخليا، النص الهدف لابد أن يكون مترابط داخليا. إذن أول شيء يفعل المترجم بعد ما يترجم يقرأ النص مالته، هل هو مقتنع به؟ هذا واحد. ولابد أن يكون نص الهدف القانون الثاني مترابطاً مع النص الأصلي. إذن الآن نعمل المقارنة مع النص الأصلي. إذن نقرأ النص الهدف في لغته الجديدة، ومن ثم نقرأه بالمقارنة مع النص الأصلي. ننتقل للشريحة اللي بعدها. هانس فيرمير الحقيقة لديه اقتباس كلش مهم، ودائماً ما أستعمل أطوع مع طلابي، اللي هو أنه نظرية الهدف تقول بأن المرء لابد أن يترجم بوعي وانتظام. يا طلاب ترجموا بوعي وبصورة منتظمة لا تنقطعوا، وبالانسجام مع مبدأ معين. لابد أنه أنتم عندكم يكون مبدأ، ولا تحدد النظرية ما هي المبدأ. نظرية الهدف ما تحدد هذا المبدأ شنو هو،
منفردة في كل حال. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. كريستيان نورد، مرة ثانية عودة إلى النساء، من الأسماء المهمة الباحثة كريستيان نورد، وهي عندها تحليل نصي للترجمة وضمن المدرسة الوظيفية، وتدمج في إجمالتها عناصر من التحليل النصي اللي يتفحص تنظيم النص، تدرس النص عند أو فوق مستوى الجملة. وتقدم نورد في البدء تميزنا بين نوعين من الترجمة، اللي هم الترجمة الوثائقية documentary translation، والترجمة الأداتية اللي هي instrumental translation. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. Translation Commission اللي هو التفويض، واللي نورد تسميه Translation Brief، هذا الإيجاز لابد أنه يشتمل على المعلومات الآتية: وظائف النص المقصود، وهذا طبعا يتم التفاوض ما بين الزبون، ما بين الشخص اللي يطلب الترجمة وما بين المترجم. اثنين، لابد أن يكون واضح من هو جبال النص ومكانه، هاي الأمور لابد أن يعرفها المترجم وبالتفاهم مع الزبون. الوسط، هل صاحب الترجمة يريد الترجمة مكتوبة أم محكية؟ والدافع، ما هي أسباب كتابة النص الأصلي؟ هل يريد المترجم أن يبعث الزبون يبعث له المترجم بالترجمة على البريد الإلكتروني أو يسلمها له باليد؟ ما هي الأجور؟ كل هذه الأمور تندرج وين؟ تندرج في الترانسليشن كوميشن. ننتقل للشريحة اللي بعدها. عودة مرة أخرى إلى عملاقات الترجمة، يوليان هاوس. ويوليان هاوس قدمت لنا نموذج لتحليل جودة الترجمة، Model of Translation Quality Assessment، وأساسه هو نموذج هاليداي، العالم MK هاليداي، العالم اللغوي. وهذا يشتغل على مراحل: المرحلة الأولى إعداد ملف باللغة الخاصة بالنص الأصلي، بعدين نعمل بجنس الأصل، ننتقل للشريحة اللي بعدها تكملة، اللي هو يتم القيام نفس الخطوات اللي أجريناها على النص الأصلي، الآن نجريها على اليمن على النص الهدف، ونعمل الخطوة الخامسة مقارنة ما بين النصين، ونسوي بيان بالتنافرات المسماتشز أو الإيرورز، ونصنفها هاي، أما تكون المسماتشز هاي تكون covertly erroneous errors أو overtly erroneous errors، أما تكون أخطاء واضحة أو أخطاء غير واضحة. ننتقل للشريحة اللي بعدها. اللي بعدها أستاذة سارة، حتى نوفر وقت. بعدها أيضا جاي. ربما كان كتاب هاوس لعام 77 أول عمل رئيس في دراسات الترجمة يستعمل نموذج هاليداي، MK هاليداي، النحو الوظيفي Systemic Functional Grammar. هناك كتاب آخر له تأثير كبير في وقت لاحق إجا بعد كتاب هاوس على التدريب والترجمة، على التدريب على الترجمة، اللي هو وبالتالي على دراسات الترجمة، هو كتاب مونا بيكر، مرة ثانية اسم كبير، اسم نسوي كبير، اللي هو كتاب منهجي عن الترجمة. بكلمات أخرى، كتابها In Other Words A Coursebook on Translation. تنظر بيكر إلى التكافؤ، هنا تأخذ تدرس التكافؤ Equivalence على مستويات متعددة، ابتداء من الكلمة، ما فوق الكلمة، بعدين القواعد، البنية الثيمية Thematic Structure Cohesion، بعدين Pragmatic Levels. إذن هذا والكتاب هذا طبعا من الكتب اللي انتشر انتشار كبير جدا. ننتقل للشريحة اللي بعدها. من الأعمال أيضا اللي تبنت منهج هاليداي ما جاء به الباحث البريطاني العراقي الأصل باسل حاتم من الموصل، هو وإيان ميسن في التسعينات عندهم الكتاب مالتهم اللي هو الخطاب والمترجم، Discourse and the Translator،
والباب الآخر اللي هو المترجم كمتواصل بين يسيران على نفس نهج هاليداي. ننتقل للشريحة اللي بعدها. أستاذة سارة، أوكي. ننتقل إلى نظرية مهمة الحقيقة، اللي هي نظرية النظم المتعددة (Poly System Theory). وهذه النظرية جاء بها الباحث اليهودي إيتمار إيفن زوهر، مستعيرا أفكار من الشكلانيين الروس (Russian Formalists) في عشرينيات القرن الماضي. وهنا لا تتم دراسة العمل الأدبي بصورة منفصلة، ولكن بوصفه جزءاً من نظام أدبي متكامل. وبالتالي فإن الأدب المترجم، يعني الترجمات، هي أصبحت الآن تنسب إلى نظام الأدب، يعني ما تشتغل معزل عن نظام الأدب، أيضاً هي مشمولة بهذا النظام. وطبعاً هناك نظام هو دايناميك حقيقة، حيوي، بدينامية مستمرة للإحيان. تحتلت الترجمة الموقع الأول راح تكون هناك عواقب، وإذا احتلت الترجمة الموقع تحتها أستاذة سارة. نعم دكتور، تفضل. دكتور عم يروح شوي الصوت من عند حضرتك. اللي انت هو مو تمام. اوكي، غير الشريحة. ننتقل. يلا. نعم. اوكي. إذن بعد نظرية النظم المتعددة (Poly System) أيضا يجينا عالم يهودي آخر اللي هو إيفن زوهر، جيديون ري، مع بالنظم المتعددة، لكنه سرعان ما يتخذ منهجا مغايرا، حيث يركز توري على تطوير نظرية عامة للترجمة. وهذا هو الهدف الحقيقة لكل المنظرين، يعني يبدأ بدراسة حالات وبعد ذلك يريد يوصل إلى conclusive statements، إلى عبارات حاسمة تتعلق بعدد كبير من أنواع النصوص وبطريقة مختصرة واقتصادية. والهدف من دراسات الحالة التي أجراها توري هو التمييز بين اتجاهات سلوك الترجمة اللي هو translation behavior، وعمل تعميمات generalizations فيما يتعلق بعملية صنع القرار لدى المترجم، هذا اللي سامي تكلمت عنه، ثم إعادة بناء الأعراف التي كانت فاعلة في الترجمة. ما هي الأعراف اللي هي أكثر بروزاً وشيوعاً في الترجمة، ووضع فرضيات يمكن اختبارها من خلال دراسات الترجمة الوصفية. طبعاً توري مشهور بكتاب بعنوان الدراسات الترجمة الوصفية. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. جيد، ننتقل الآن إلى التحول الثقافي في الترجمة، اللي هو المصطلح اللي مستعمل في دراسات الترجمة في الإشارة إلى تحليل الترجمة من زاوية الدراسات الثقافية. منهج الترجمة، حقل الترجمة، ما ظل قاصر أو غالق على نفسه، بل فتح أبوابه وشبابيكه للمناهج الأخرى، وسمح للمنظرين والباحثين في ميادين أخرى بالعمل على الترجمة. وفي مجموعة من المقالات اللي هي صدرت بكتاب بعنوان الترجمة والتاريخ والثقافة، ترفض سوزن باسنت، هذا الاسم الكبير، وأندري لوفيفر أنواع النظريات اللغوية (Linguistic Theories of Translation)، لأنها هذه النظريات كما يقولان سوزن باسنت ولوفيفر، انتقلت من الكلمة إلى النص كوحدة للترجمة، لكن لم تتجاوز الجملة. وأيضا ترفض سوزن باسنت ولوفيفر
المقارنات الكمباريسنز ما بين النص الأصلي والنص المترجم، لأنها مثل ما يريان لا تأخذ هذه المقارنات بعين الاعتبار النص في بيئته الثقافية. إذن هذا هو التحول الثقافي اللي هو بدأ في ثمانينات القرن العشرين. ننتقل للشريحة اللي بعدها. لوفيفر أندرا لوفيفر اسم كلش كبير في عالم الترجمة، وبدايته كانت من نظرية النظم المتعددة، ويرى أن الترجمة عبارة عن عملية إعادة كتابة ريتايتنج. يقول بأنه الدافع وراء إعادة الكتابة إعادة الترجمة إما أن يكون أيديولوجيا، سواء بالتوافق مع الأيديولوجية المهيمنة أو التمرد ضدها. أما أنت أكو أيديولوجيا مهيمنة تتوافق معها وتعيد كتابة نص ضمن هاي الأيديولوجية، أو أنت تكون معارض مثلا وتكتب نص مختلف عن هذه عن 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 الترجمة الموجودة، أو قد يكون السبب بوتيك شاعريا ضمن شعرية معينة، ومرة ثانية أما يكون بالتوافق مع شعرية معينة أو فنية معينة أو بالتعارض معها. وأحسن من القرن التاسع عشر الذي تم، وكان يرى فيتزجيرالد أن الشعراء الفرس ليسوا بشعراء بصورة كافية، وقال بأنه أخذ حرية كبيرة جدا من أجل تحسين الأصل، وجعل هذا النص الإنجليزي متوافر في عصره. ننتقل للشريحة اللي بعدها، بس أتمنى أنتم ما تعبتوا. ضمن الدراسات الثقافية ننتقل إلى المنهج النسوي، والعلامة البارزة هنا هي شيري سايمون اللي تدرس الترجمة من زاوية دراسات النوع الجندر، وترى أن هناك لغة تمييز على أساس الجنس على أساس النوع في دراسات الترجمة، وصور عن الهيمنة والإخلاص والخيانة. والمثال النموذجي هو صورة القرن التاسع السابع عشر لبيل، هذه الاستعارة لبيل انفيدال الخائنات الجميلات، وهي إشارة إلى ترجمات إلى الفرنسية التي هي جميلة من الناحية الفنية ولكنها غير مخلصة. طبعا هناك توازي ما بين حالة الترجمة وحالة المرأة الخائنات الجميلات، إذا كانت المرأة جميلة فهي خائنة، عفوا، والترجمة كذلك إذا كانت جميلة فهي خائنة. أو مثل ما ترى سايمون وأخريات صورة جورج ستاينر، التوجه الذكوري للترجمة في الحركة الهرمنيوطيقية اللي يصف بها الترجمة على أنها interpretation، عملية إدخال. ننتقل للشريحة اللي بعدها. أيضا ضمن الاتجاه النسوي عندنا المترجمة سوزن دو لوتنبي هارود اللي ترى أنه عملها في الترجمة هو نشاط سياسي يهدف إلى جعل اللغة تتحدث عن النساء. لذا تقول فإن توقيعي على الترجمة، يعني عندما تصدر ترجمة تعمل كل استراتيجية ترجمية لجعل المؤنث مرئياً، لجعل المرأة مرئية في اللغة. إذا نشوف ردة الفعل المعاكسة في الاتجاه النسوي بالترجمة. ننتقل للشريحة اللي بعدها. أيضاً اسم كلش كبير اللي هي الفيلسوفة جياتري سبيفاك اللي تقلق بشأن العواقب الأيديولوجية لترجمة أدب العالم الثالث إلى اللغة الإنجليزية وما يترتب على ذلك من تحريف. عالم أدب العالم الثالث يترجم إلى لغة الهيمنة اللغة الإنجليزية. وطبعا جياتري سبيفاك تصف نفسها بأنه هي نسوية وما بعد استعمارية وما بعد بنيوية، وكتبت مقال مهم اللي هو The Politics of Translation، سياسات الترجمة، اللي تصف بالترجمات اللي
صادرة عن العالم الثالث إلى اللغة الإنجليزية المهيمنة، تصف هذه الترجمات بالترجمات المشوهة translatees، لأنه هنا المترجم من أجل أن تقبل ترجمته في العالم المتقدم هذا يمحو الخصائص الأسلوبية والوطنية عن الترجمة. وتقول في عملية الترجمة الكلية إلى اللغة الإنجليزية يمكن أن يكون هناك خيانة للمثل الديمقراطية في قانون الأقوى، يحدث هذا عندما تترجم جميع العالم الثالث إلى نوع من الترجمة المحرفة، بحيث يبدأ الأدب الذي تكتبه امرأة في فلسطين يشبه شيئاً كتبه رجل في تايوان، إذن لأنه الخصائص مالته راح تمحى من عنده. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها، وننتقل هنا إلى اسم مهم في دراسات الترجمة اللي هو لورنس فينوتي، وراح نركز على مجموعة من المصطلحات اللي جاء بها فينوتي، اللي هي الانفيزيبليتي اللامرئية، أو مثل ما ترجم البعض بالخفاء. وهاي الانفيزيبليتي هو مصطلح يستعمله فينوتي لوصف موقف المترجم ونشاطه في الثقافة الأنجلو أمريكية، حيث يرى فينوتي أن اللامرئية تتم إنتاجها عادة بميل المترجمين أنفسهم إلى الترجمة بطلاقة، يعني المترجم يستعمل لغة fluent جزلة في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية حتى ينتج نص اصطلاحي ومقروء ويخلق بذلك وهم الشفافية. إذن هذا الناحية فالقراء والمراجعون والذين يعرضون للترجمة يقيمونه بحسب جزالة اللغة، مهما كان هذا النص كتاب ديني، كتاب فلسفي، قصة، رواية، شعر إلى آخره. ننتقل للشريحة اللي بعدها إن شاء الله، أوشكنا إلى الوصول إلى النهاية. فينوتيين دومستيين هدف كانت الاستراتيجية التوطين، وكلما كان النص غير متوافق المعلومات اللي موجودة في النص التغافض بالنسبة دكتور كاظم، فقدنا الاتصال فيه مرة ثانية. دكتور كاظم، طيب بهذا الوقت بشرفني أنا أرحب بعميد كلية الأداب أنا رجعت. أه
دكتور مراد، دكتور كازم رجع معنا. لسه بعد. يمكن بالوقت اللي كنت أنا بلش كلمة الترحيب بالعميد راح كمان الإنترنت من عند من جهتي. بدي أكرر ترحيبي عميد كلية الآداب جامعة البصرة الأستاذ دكتور ماجد عبد الحميد الكعبي، بشرفنا حضورك عن جد. نحن كثير مبسوطين لأنك متواجد معنا الليلة، وشكراً لأنك أعطيتنا من وقتك وحضرت المحاضرة. فبعد ما نخلص نقلرات بإلقاء المحاضرة بنحب نسمع منك رأيك و... سارة أنا رجعت. نعم دكتور تفضل. أوكي. أنا راح أحاول في الدقائق القليلة راح أتم، لأنه الإنترنت بدأ يفشل الحقيقة. هناك في الشرائح اللاحقة إشارات إلى أنطوني بيرمان، وأنطوني بيرمان الحقيقة عنده مقالة مهمة ويتكلم عن الاتجاهات التشويهية اللي تحصل في الترجمة، وأيضا كان بودي أن أتكلم عن جورج ستاينر والحركة التأويلية هرمنيوتيك موشن. طبعا جورج ستاينر كتب كتاب مهم في 1975 اللي هو أفتر بابل، ما بعد بابل، وفي هذا الكتاب يؤرخ للترجمة ابتداء من بدء الترجمة في بابل في العراق. وهنا لا أكشف سرا حين أقول أن الترجمة اختراع عراقي، لأنها بحسب سفر التكوين بدأت في مدينة بابل. جاي تسمعوني؟ نعم نعم كثير شجعنا خبرية. لا لا لا، اقري سفر التكوين The Book of Genesis. القصة تتكلم عن انه جميع بني البشر موجودين انخلقوا في مدينة بابل، وفي يوم من الايام قرروا ان يبدوا مدينة عظيمة وبرج يصل الى عنان السماء. فغضب عندما بعثرهم اختلفت لغتهم الواحدة اللي كانوا يتكلمونها في بابل، ولذلك بدأوا يتكلمون بلغات مختلفة فبدأت الترجمة. إذن يعود لنا الفضل في قضية هذا شيء كتير حلو نعتز بها. عم حاول دكتور بعد بحاجتك إلى مقال لفالتر بنجامين اللي هو من مقالات مهمة للترجمة. يعني لكن ستبقوا وتابعوني على مدى هذه الدقائق اللي هي 60، وأشكر سعة صدرهم وأشكر على الباوربوينت، وشكري موصول أيضا إلى دكتور مراد. شكرا جزيلا. يعطيك ألف عافية دكتور. نحن بعدنا عم نحاول نرجع نعمل ريكونكت كرمال نشوف السلايدز، بس حضرتك كفيت ووفيت بآخر كم خبرية. كمان هحاول أرجع أفتح الكاميرا وإن شاء الله تكون واضحة، لأنه أنا بحب هيك شوف الجمهور. كمان دكتور اليوم ما شفنا صورتك، ما تحرمنا كتير من صورتك معنا كمان. الله يسلمك. يعطيك ألف عافية، ما شاء الله عنك موصول. الله يسلمك. يعني دائما نحب نحن نتعلم عن الترجمة، قد ايه هلا فهمنا ووضحت عنا انه الترجمة هي ايديولوجي بحد ذاتها.
يعني هي خليط لتاريخ ولحالة اجتماعية ولسياسة ولجندر ويمكن لتوجهات شخصية اقتصادية حتى وسياسية. عن جد قدي كان واضح من خلال سردك للأسماء أنه الترجمة كمان بتتأثر بالشخص ذاته، بالفلسفة اللي هو بيتبناها أو بالمدرسة اللي هو بيحاول يطرحها. يعني هيدا كمان بخلينا نعتبر أنه المترجم ممكن يتأثر بفلسفة، فطريقة ترجمته لأي نص بتطغي أو بتفسر هذه الفلسفة. ما بعرف إذا فسرتها بطريقة صحيحة دكتور. صحيح. كمان فسرت لنا كيف بيمشي خط الترجمة من التاريخ لعند الأسسمنت، يعني قديه تطورت من تاريخها بالأيام القديمة لكيف بنشوفها هلأ مع الترجمات الحديثة أو وسائل الترجمات الحديثة. أنا عندي سؤال بسيط وبعد منا بننتقل دغري للدكتور، للعميد كلية الآداب لأنه هو متواجد معنا وحابب يحكي معنا شوي. أنا بشكرك أول شغلة لأنك ضويت على أسماء المترجمات، مش أنا مبسوطة فيهم لأنه النساء، أنا مبسوطة بحضرتك إنك ضويت على هذا الشيء، وهذا دليل لأحد الدراسات إنه العنصر النسائي عنده ذكاء لغوي عالي. ما بدي أقول أكثر، بس الذكاء اللغوي عندنا عالي، عشان هيك بنحكي كثير يمكن نحن أو بنكون أساتذة ناجحين. فعندي سؤال صغير، برأيك إذا أعطينا نص لأكثر من مترجم هتطلع البرودكتيفيتي مختلفة؟ اعتمادا على نوع النص استاذة سارة، النص اذا كان فبالتاكيد راح تكون النتائج مختلفه، اذا كان النص نصا ادبيا فبالتاكيد راح تكون النتائج مختلفه، لان المترجمين في هذه الحاله يختلفون في خلفياتهم الثقافيه والفكريه والمدرسه والتعليميه والذائقه مالتهم. اما اذا كان النص مثلا نصا براغماتيا نصا علميا، يعني مثلا لو جاءتنا جمله الماء سائل شفاف عديم اللون والطعم والرائحه، هنا مهما اختلف المترجمون شنو اللي ممكن يسوونه في ترجمتهم لهذه الجمله؟ راح يقولون الماء water is a liquid transparent liquid الى اخره، ما راح يختلفون فيما بينهم بهذا النص. لكن في النصوص الأدبية لا، هناك الإيحاءات، طبعا المترجمون أيضا خلفياتهم مختلفة، فتصير عندنا ترجمات متعددة. ومن هذا مثلا ترجمات أعمال شكسبير، يعني عندنا مسرحية هاملت لها أكثر من ترجمة، أو أوثيلو أكثر من ترجمة، وهكذا. نعم عظيم جدا، عن جد يعطيك ألف عافية، وما رح زيد على اللي حضرتك تفضلت فيه لأنه بخاف أنا قلت شيء، لأنه اللي حكيته بكفي بوافي. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، نيل طلابك فيك. دكتور محمد عبد الحميد كعبي، بتحب نسمع صوتك؟ بعد منك دغري حناخد أسئلة من الجمهور، فاللي بحب يسأل أو يطرح سؤال التشات بوكس موجود، وحناخد شوية أسئلة من اليوتيوب شانل. دكتور مراد، حضرة الدكتور ماجد متواجد معنا؟ موجود لكن ظاهر، خليني أشوف بعدين كملي. طيب أوكي، حنشوف مين الحضور رفع إيده. استبراق الوزان، حأفتح لك الميكروفون، بتحبي تحكي مع الدكتور؟ تفضلي. مساء الخير دكتور، بما أنه اليوم كان التركيز على النساء والمناظرات في مجال الترجمة، برأيك مين أكثر وفاء بالترجمة، الذكور أو الإناث؟ أقصد مترجمين أو المترجمات. Thank you. شكرا جزيلا ست استبرق. الحقيقة هذا سؤال صعب، وأنا سابقا تطرقت له وقلت أنه ما لم تكن لدى المرأة أو الرجل أجلاف، يبقى المترجم مترجم سواء كان رجل أو امرأة. أما إذا كانت إشارة إلى المترجمة سوزن دو هاورد اللي قالت
بأنه أنا في ترجمتي أستعمل كل استراتيجية ترجمية ممكنة لجعل المرأة مرئية في الترجمة، ولذلك هي تغير، تحد من الذكورية اللي موجودة في النص، تغير الإشارات، تطوخ الأوثر يصير أوثرس مثلا وهكذا. إذا ما لم تكن هناك أجندة معينة فلا أعتقد أن الرجل والمرأة يختلفان فيما بينهما، اللهم إلا الكفاءة الترجمية. شكرا جزيلا. عظيم، هذا سؤال كتير دقيق. منار يوسف يعقوب، تفضلي. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير على الجميع. فقط عندي سؤال بخصوص أسلوب الكاتب وكيف ممكن ننقله بطريقة صحيحة كمترجمين. في بعض الأحيان من خلال قراءاتنا نشوف أنه من السهل ننقل فكرة، ننقل معنى، لكن مو سهل أنه ننقل أسلوب. ففي مثلا عندنا مسرحية غودو، انتظار غودو، سامويل بيكيت، نلقى أكثر من أسلوب، أكثر من ترجمة. مثلا الترجمة الموجهة للطلاب تكون مختلفة عن الترجمة الموجهة للتمثيل المسرحي، ومختلفة عن الترجمة الموجهة للقراءة الأدبية. ففي هاي الحالة لما أنا أريد أنتقد الكاتب عن من ناحية أسلوبه بغض النظر عن أفكاره أو فلسفته أو الرسالة اللي يحملها بكتابه، شلون أنا أعرف إذا كان هذا أسلوب الكاتب وليس أسلوب المترجم، وهل هو فعلا صعب إنه إحنا ننقل أسلوب؟ وشكرا. شكرا جزيلا ست منار، الحقيقة السؤال في غاية الأهمية. نقل الأسلوب هي من الأشياء التي أولاها المهتمون بالترجمة من المناظرين الحقيقة الكثير من العناية، وكتبوا عنها البحوث والدراسات والكتب الكثيرة. نقل الأسلوب، الخشية هي مثل ما ذكرتي حضرتك أنه إحنا أحيانا المترجم يستعمل أسلوب الخاص، وهذا قد يعطي الانطباع من قبل القراء أو النقاد بأن هذا هو أسلوب الكاتب وهو ليس بأسلوب اسمها. اشتكت من أنه مترجم من المترجمين استعمل نفس الأسلوب مع عدد كبير من القصصين في نقله لمجموعة قصصية، وهذا الأمر غير جائز، لأن هؤلاء القصاصين يختلفون من واحد إلى آخر في أسلوب كتابة القصص مالتهم. أما المترجم فكان أسلوبه واحدا واستعمله مع الجميع. لا، يفترض هنا المناورة في الأسلوب بحسب أسلوب النص الأصلي مثل ما استعمل الكاتب الأصلي حقيقة. شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتور. عميد كلية الأداب جامعة البصرة الدكتور ماجد عبد الحميد الكعبي، بتحب نسمع منك؟ دكتور ماجد افتح المايك من عندك. ظهر عنده مشكلة بالمايك، كملي. طيب مش مشكلة. عنا أحد الحضور أرام مجيد عبد الحميد، بتحب تسأل الدكتور؟ تفضل افتح المايك من عندك. السلام عليكم دكتور كاظم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال جدا بسيط بس محتارة بي من مدة، يعني من السنة الثانية درسنا الترجمة القانونية، يعني مبدئية يعني الترجمة القانونية. حضرتك تفضلت أنه قلت لازم تكون الترجمة خالية من الكلمات اللاتينية. فمن خلال دراستي للترجمة القانونية وجدت أنه بها هواية يعني كلمات لاتينية، بهالحالة شلون أترجمها؟ لا سيما أنه ماكو أو قليل أنه قواميس تنطيق المعنى اللاتيني باللغة العربية. وشكرا. شكرا جزيلا أرام على السؤال. ضرورة خلو النص من الكلمات اللاتينية هو شرط وضعه إتيان دولي،
لكن هو بعد بيتكمله والكلمات الغريبة، يعني إتيان دولا ينصح المترجم بالابتعاد عن الكلمات اللاتينية والكلمات الغريبة اللي ما موجودة والغير مستعملة واللي ما يفهمها. مثل إحنا الآن قراء ننتمي إلى القرن 21 ويأتينا مترجم يستعمل لغة الجاهلية مثلا، أكيد الكثير ما رح يفهم هذه اللغة في الوقت الحاضر. أما إذا كان النص أصلا يحتوي على مفردات لاتينية وغير لاتينية، يبقى واجب المترجم أن يتعامل معها. مثال من الأمثلة المهمة قصيدة The Wasteland، الأرض اليباب أو الخراب، للشاعر الإنجليزي T.S. Eliot. في هذه القصيدة يستعمل إليوت 32 أو 33 لغة، يعني يأتي باقتباسات من 33 لغة غير اللغة الإنجليزية، والمترجمون الذين ترجموا هذه القصيدة تعاملوا مع هذه اللغات المختلفة. وإن كان هذه المسألة راح تغيب في الترجمة، يعني في الفقرة الافتتاحية للشيخ والبحر إرنست هيمينغواي يصف الشيخ هذا بأنه كان سالاو، وسالاو كلمة مو إنجليزية وإنما كلمة إسبانية تعني منحوس. هسه المترجم راح يترجمها منحوس، لكن راح يضيع دكتور. عم بيروح صوتك. نت أنا انهيت الإجابة أستاذة سارة. أوكي. بآخر جزء يمكن ما كان واضح علينا لسوء الحظ لأنه الإنترنت ما الأستاذة سارة، تي أس إليوت هذا الشاعر الإنجليزي في قصيدة The Wasteland، الأرض اليباب أو الخراب، هناك اقتباسات من 33 لغة غير الإنجليزية، المترجمون تعاملوا معها. فأنا ما أشرت إلى أنه لابد أنه يبتعد المترجم عن الكلمات اللاتينية، وإنما هذه كانت إشارة تيان دولي في ضرورة الابتعاد عن الكلمات الغريبة وغير المألوفة. يعني إحنا من الساعة كان عندنا مارتن لوثر الذي يقول بأن لابد للمترجم أن يستعمل اللغة في التفقان في الإشارة إلى نوع اللغة الواجب استعمالها. عظيم عظيم، شكرا جزيلا. بعتقد الحضور كانت هذه أسئلتهم. لا بعد معنا حدا. ياسر سعيد تفضل. أو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا في البداية أنا عايز أشكر الجميع على هذا اللقاء الطيب، وبالأخص البروفيسور كاظم على هذا العرض السلس الشامل الموجز. بالنسبة لموضوع نظريات، يعني لكثرة نظريات الترجمة فهي محيرة. سؤال للدكتور كاظم، ومعلش عشان عندي شوية برد شوية، هل نظريات الترجمة نظريات ملزمة؟ بمعنى إنها يجب على المترجم أن يتبع نظرية ترجمية معينة، أم أنها نظريات موضحة أو شارحة لظاهرة الترجمة؟ ده سؤالي للدكتور كاظم، وأنا طبعا شاكر لي هذا العرض السلس، وأتمنى أن يعقد كثيرا من اللقاءات القادمة. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ ياسر. والحقيقة أستاذ ياسر من جمهورية مصر العربية، وفي صفحته الشخصية على الفيسبوك يثير الكثير من القضايا الترجمية المهمة،
وأنا متابع له بشكل يومي تقريبا. اللي تفضل تبيع حضرتك صحيح تؤدينا للمترجم أعتقد، يعني نظريات اللغوية والوظيفية كما أرى هي نظريات تدريبية ممكن أن توظف في جانب التدريب على الترجمة، ما عداها هي نظريات تفسيرية، يعني ممكن تشرح لنا العملية الترجمية وتبين لنا إياها، وهي بمجملها هي جهاز مفاهيمي تمكن المترجم في الحديث عن العمل مالته بشكل ممتاز. احنا مثل ما تقول مونا بيكر، هناك العامل الماهر اللي ممكن ان يقوم بالعمل المطلوب من عنده، سواء كان عامل طابعة يطبع بشكل ممتاز الى اخره، وما بين العامل الاكاديمي خلي نفترض، بالاضافة الى المهارة فهو مطلوب من عنده ان يتكلم عن طبيعة عمله و التفصيلات المختلفة اللي موجودة في هذا العمل. فالنظريات أكاد أنا أقسمها إلى نوعين، نوع تدريبي يفيد الطلبة والمتدربين على الترجمة ومنها النظريات اللغوية والوظيفية، ونوع تفسيري تشرح لنا الترجمة كظاهرة حيوية في عالمنا الحالي. شكرا جزيلا. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا. عن جد تعبناك معنا اليوم، شو ما منقول الله يسلمك بيكون كتير قليل، لأنه صدقا يعني كل شيء قدمت لنا إياه كان وافر وزيادة ما نحن تخيلنا حتى، وزيادة عن ما كنا ممكن نتعلم من الترجمة. فأنا عم بحاول هلأ أعمل شير سكرين لحضرتك ونقدم لك هيك شهادة بسيطة من سكولر، أنا شكرك فيها على جهودك وعلى وقتك وعلى تحضيرك وصبرك وطولة بالك معنا. أنا هون بدي أتشكر كمان زملائي بسكول اللي رفقونا الليلة. معي كأن الناس عندي أيه. لا عاد دايتني يا دكتور كاظم. لا لا الله يسلمك. فنحن بنتشكر جزيلا او بنتشكر جمهور سكولر اللي كان صبور معنا اليوم عن جد، لو ما هن حابين الموضوع حابين البروفيسور اكثر ما صبروا معنا للاخير، على امل انه نرجع نلتقى مره ثانيه مع حضرتك. يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا. بلكي هلا كمان منذكر جمهورنا انه السبت اللي جاي ب 18 ايلول 2021 عندنا جلسه طبيه علميه مع دكتور طارق بدير من كليه العلوم بمصر، والعنوان راح يكون تاريخ الدعامات القلبيه والتحديات الحديثه، واكيد مع الدكتوره عصمت خرشيد ممثله سكولر بمصر. من هلأ لوقتها تضلوا بخير ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا مرة تانية دكتور كاظم، إن شاء الله بلتقى فيك. الله يسلمك أستاذة، شكرا لك، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، شكرا. تصبحوا ألف خير جميعا. جميل إن شاء الله، جميل. دكتور مراد بتحب تنهي؟ بتحب تقلنا شيء؟ Okay.